السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كابو كلوك. كيف ما كنقول ديما، جيب القهوه ولا الدكه ديالك وعطيني ودنك، حيت اليوم الطرح غيكون سخون. بعد استقلال المغرب مباشره حاول انه يوقف على رجليه صناعيا. سنه 1959 تاسست الجمعيه الوطنيه لصناعه السيارات سوماكا في المنطقه الصناعيه بعين السبع بمدينه الدار البيضاء، ولكن هذه الشركه في البدايه ديالها لقات بزاف ديال الصعوبات، الشيء اللي خلاها تنتج فقط منتجات بسيطه تقريبا حتى المنتصف التسعينات. في هذا الوقت دخلت شركه سوماكا في شراكه مع شركه فيات الايطاليه باش يقوموا بتجميع ديال السيارات اللي التكلفه ديالها قليله واللي كانت كتباع غير في المغرب، ولكن ملي بدا الانتاج كيكبر قدروا انهم يبداو يصدروا واحد الكميه محدوده ديال السيارات للسوق الخارجيه لدول بحال اسبانيا، فرنسا، مصر وتونس. هذا النجاح اللي محدود شويه ماشي هو داكشي اللي كانت كتسنى سوماكا وفيات. هنايا المسؤولين المغاربه جلسوا مع راساتهم وفكروا مزيان وعرفوا باللي خاصهم يدوزوا للبلان بي.